صباح الفل والورد والياسمين، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه نبتديها نسمي الله ونصلي على حضره الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه كل سنه وانتم طيبين. قلنا نعمل بقى النهارده صينيه رقاق حلوه قوي، انا عندي عزومه فقلت اوديكم صينيه الرقاق باللحمه المفرومه، احلى صينيه رقاق. معايا بصلتين كبار فرمهم كويس ناعم، حطيت معلقتين زيت ومعلقه زبده صغيره. اول ما يبدا يدبل معايا بس او ريحته تظهر هديك اللحمه على طول. انا زي ما انتم شايفين كده البصل دبل معايا، بس انا مخلياه مفيش فيه دهون كتير عشان اللحمه بتاعتي فيها دهون، كميه دهون يعني مناسبه. انا عندي حوالي نص كيلو من اللحمه المفرومه او زياده، بس هتفك عشان انا كنت فرماها وحطها في الفريزر، هنسيبها تفك براحتها. احنا ما جبناش اي توابل يا جماعه، خلاص كده قلبت اللحمه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده فكت كلها. هضيف بقى شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه ملح. كده اللحمه يا جماعه تعتبر ايه؟ استوت تماما. هنضيف بقى ايه؟ حوالي معلقتين من الطماطم، معلقتين من الطماطم بس. الطماطم دي اختياري يا جماعه، اللي عايز يضيفها اللي حابب يضيفها يضيفها، مش حابب براحته. خلاص يا جماعه عصرنا اللحمه زي الفل ان شاء الله، عشان كل فلفله جميله ازاي. حطيناش فيها اي حاجه الا ملح وفلفل اسود وايه وكمون. ودي شوربه لحمه حلوه قوي عملتها لسه، ودي زبده ودي قشطه. هنقول هنعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ شويه زيت الكحل دي بسم الله، هنزيدها شويه كده بس ايه، مش هن ايه مش هنهريها قوي لان الرقاق ده ناشف. الناحيه الثانيه برضو كده، الثانيه برضو قصرت مني. السمنة الضاني لجنة رشة سمنة كده يا جماعة، حاجة بسيطة خالص. ونجمي برضه رشة قشطة، القشطة بتخليه زي الفطير كده. اللحمة بقى يا جماعة ما شاء الله، عملنا كده رقاقتين يا جماعة. هنضيف تاني معلقة زبدة كده خفيفة كده، رشة بسيطة بس، هي الشوربة سمينة يعني مش عايزة أكتر دهون كتير، ومعلقة قشطة برضو كده. خلاص خلصنا كمية الوقت كلها، عملنا أربعة فوق وأربعة تحت. لو عايزة تقلبيها براحتك زي ما أنت حابة، بس هي كده مظبوطة يعني إن شاء الله. مش هنحط اي اضافات تاني الا الزبده بس على الوش كده، وهنحطها في الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في الوسط. شايفين الجمال؟ تحفه، لسه طالعه حالا من الفرن. اغطيها بقى عشان تطرى معانا. بصوا يا حبايب قلبي بعد ما غطيتها شايفين ما شاء الله، عايزه اقطع حته بس اوريها لكم، هي سخنه لسه. الفيديو يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء، باي باي.